حين نغوص في الواقع الصحي وتراكماته خلال السنوات السابقة، فإن الملف بحاجة للعديد من الحلول الجذرية لإقناع المريض العراقي بعدم السفر لأجل العلاج وإيجاد التشخيص الجيد. وحين ندقق في بعض خفايا الجانب الصحي في الديوانية، فإن هناك أمورا قد لا تحتاج الجهد الكبير من أجل إنجاحها في تقديم الخدمة للناس، ومنها جهاز الأشعة هذا الموجود في واحد من المراكز الصحية في أطراف المحافظة، والذي تم تنصيبه منذ العام 2015 ولم يدخل حيز الخدمة حتى لحظة إعداد هذا التقرير. الجهاز الأشعة هذا بالتحديد لأن جهاز مكلف أعتقد وما جاي يقدم خدمة هنا، فيا ريت ينتقل إلى مكان ثاني أو مستشفى أو مركز صحي ثاني يستفاد من عنده أكثر. علما أن الجهاز هذا موفرينه من 2015 وحاليا إحنا 2020. المشكلة إنه هذا المركز على أساس هو مركز رئيسي، بعدين إنه مشاكل صارت على المكان غيرها أسباب ما عرفاني بها، فصار مركز فرعي. خلال زياراتنا له لقينا الأجهزة هاي وهالمواد. منتسبون في المركز الصحي الذي يوجد فيه ذلك الجهاز تحدثوا على أن مركزهم ليس برئيسي، وبالتالي فإن علاجاتهم بسيطة ناهيك عن عدم وجود الأطباء الاختصاص، وهذا لا يلبي طموح المريض في القرية المتواجدين فيها. هذا المركز حقيقة بناية كبناية رئيسي، بس هو حاليا فرعي يخدم عدد من العوائل. وحقيقة هذا المركز يعني محدد بقائمة وزارية، قائمة مقننة محدد بعدة أدوية. حالات طارئة احنا ما نعالج، يعني يحول إلى الإسكان والإسكان يحوله بتحويل إلى المستشفيات. احنا ما عندنا هنا طوارئ. أدوية بسيطة؟ أدوية بسيطة، مثلا قياس ضغط، قياس سكر، مثلا البخاخ للحالات الربو والحساسية، زرق الأوبار، التداوي. المعنيون في الجانب الصحي في الديوانية برروا عدم إمكانية مناقلة الجهاز بسبب بنود العقد وبقائه ضمن فترة الصيانة والضمان، خصوصا وأنه من ضمن تعاقدات الوزارة. من ضمن الخطة الاستثمارية لعام 2013 بناء وتجهيز المراكز الصحية، تم بناء مركز صحي العفالجة وتأثيثه بالجهاز وتجهيزه بالجهاز الأشعة من ضمن العقد بال 17/5/2015، فلا يمكن مناقلته من مركز صحي العفاجة إلى مكان آخر لكنه ضمن الضمان بهالوقت هذا. بعد 5 سنوات يتم نقله إذا احتاجنا بغير مكان. لا، ما عندنا صلاحية لأنه تجهيزات وزارية. تواجد هذا الجهاز في ذلك المكان أخبرنا به مواطن من القرية، وحين دققنا بالمعلومة وجدنا الحالة كما هي، التي لا تحتاج أكثر من إيجاد حل يدخله مرحلة التشغيل ليخدم المرضى المحتاجين لخدماته. من الديوانية محمد حسن، قناة التغيير.